ورحمة الله وبركاته كل أنتم وعنا ونعكسن بجدهم بخير تقيمها هي غاية هي قدرتي حشودة نجمدان الأولاد ذلك جديسة جدهم جنود العالم كذا نجدا ونشان كل سد وده برامج كني كلن كغويان كا وصيت وصوغ دعوتهن تلفزيون كقرن كتشمري دوسو مالان برامج كني كلن كغويان كهبين كن عوصيت وصوغ حديك هي مدونا وقال ماذا قبل كتوك دير برع إن بدن هدي أنا المقع بشيء جيم وده وده قرن دانتا ومحمد إبراهيم آدم قبي تري كل سد وده محمد برامج كا هبين وعنا ونعكسن waxaan wanaagsan waan aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan soo dhaweynaya staffka Somalia National TV iyo aan nimcasho ayaan soo dhaweynaya waxaan idin leeyahay welcome bro ku soo dhawaada aad baad mahadsantahay daawadayaal barnaamijkan intee ku gudbi jirno waxaan rajaynayaa inuu noqon doono aad xiiseyn doontaan oo idin soo jiidan doona insha Allah maxamed inteen barnaamijkeena aan ku dhex jirno waxaad horay naga siisaa taariikhnoodkaaga bismillaahir rahmaan rahiim أنا واحد كده شهر كيسة كبر باري ملعبات كوك علي يير كلام شيء لكن كده شيء between the 60 and 70 إن تقول هاي شيء وحن ملعبات كوك علي شهر كيسة هو سد هه دوسي نصاب له دوسي كسرنا technical institute شهر كيسة كده بنا وقتي لقى هاي قحي يوحي بينو قلي تبدي بنا كم بنقضي ونصو قلي waxaan kamid ahaa ragii budka budiga oo ahaa wasaaradda cadaaladda loo jiray waxaan ka noqday head of section waxa qaybad baan ka bilaabay ilaa iyo from DG ayaan noqday agaasimo gud baan ka noqday waxaan joogay 12 sanadood qaybaha kala duwan ee wasaaradda wax badan baan ka soo qabtay runtii ilaa 9 wasiir bay igu soo maray oo kala duwan bay igu soo maray waxa heerarka ama public notary ama waxyaabo fara badan oo ku soo kordhiyay saaxadda ama الدولد نمو أيات شرا هذا public notary ما دون الشرعي مهنة مهرياشة وحيابا نوع عصف فكرة كذا إذا ها أن مركز دمنا قربها انتقي قربة شوق بان نقضي لو ريتو سنود بان شوقي وانسون قربة انتقي ان شوقنا وحن كامد نقضي أصحاب تقرنك حسب يقولون نشر أعد أيان مدد ديرها كدب نوحا نقضي أساس ياشي مركي حسب يضل فري وركي حقصور أيان كامدها أساس ياشي وان كامدها وركي حقصور مركي سوبي حوايي waxaan dib ugu soo noqday xisbigan imikan ka tirsanay xisbiga xaqiiqda kulmiye isagaan imikan majraw haya xilalkii intii dawladdan ay xukuumadani jirtay waxa soo qabtay xilkii ugu horeeyay in xukuumadda ka qabtay wuxuu ahaa waxaan ka noqday la taliyaha doorashooyinka iyo asxaabta laakiin asxaabta xilal badan baan ka soo qabtay xogeyaha arrimaha gudaha ee uud baan ahaan jiray de kulli imikan wada aragtaa barasaabkii gobolka Togdheer caasimadii labaad ee Soomaaliya ما شاء الله إن أدب ما هتنتهي إن قبل كتقدر برع برصاف كتكتهي محمد والله ورنك را قبل هذا السمال لان وكتاريخ دوي مدام ويهي قبل كلا جل واقعي دو حرين السمال لان رنتي قبل كتقدر نما آدي آد وك دوي هاي قبل هذا كلام إن قبل كتقدر وحياة بدم بكوب صدي هذا تاريخيا إيو إما كان مدحوني عشا وطن كسوامر يوحوين أفر مدحوني أفرت من هوني سومري صدق كم ده قبل كان يكسو شيء ده إقال بقى كسو شيء ده من هوني أنا هذا ترضى هيا كسو شيء ده عبد الرحمن بقى كسو شيء ده الله ونحرسته صدق هذا من هوني بقى كسو شيء ده قبل كان داير ريال مو يصدق هذا كله بقى كسو شيء ده قبل كان قبل كان يروح كل سنة يي هذا ده أكتو تاريخي هل كان كي هل كان قريه وحان شيرين لما بقرأ طلع واحد شرح حرنتي لقى قدر واقع جونستاج سومالدا وأنا مخيدنا الضيعتر كونتراكت جدي وانو بحنا شيء سكي وانو بحنا دبا تاريخ دي أور كيلو رينجر إزنا يهل جن كيبا دبا نو أثار تدين سو إن شاء الله سو نورين دهنا لبات أحيانا شو تلعب بقولة تلعبه وهو قري جن مكان كتير هذا دكتو رصاص بقى كتير الله رصاص تا كتير الله على مد وح بح وقت جي مستعمرة دي إنجليز شيخ بشير بصور ري رصاص تي وانا تنتس دهنا حلو إن شاء الله بح رصاص تي بقى كتير الله شيخ بشير مركي برصاب كي عدان كابرتنو كتير gobolkan wuxuu hormood ka ahaa soo galitaankii gudagalkii markii ay jabada soo galeysay wadanka waa meeshii ugu horeysay gobolkii ugu horeeyay degmadii ugu horeysay ka soo galay marka wuxuu koobsay taariikh fara badan waxa dhex jooga oo maanta ayaga laftooda booqan kartaan abwaan ibraahim maxamed ibraahim oo samee hadraawi hore walan walba jooga xagga suugaantana waa gobol ku gaara waxa fanaaniinteena hore axmed saleeman bidde kulligood waxay halkanay أسر كودي كسو شيء ده. مركا هو قبل تاريخ فرب بدن له. هذه الشير وحيابها عن سنسيتيف كا وحلو تشابي قبل كا.
ديوان قلنت تيوم كود مساعي ميد مع كود بيك على سيسي ديوان قلنت إم بنبى على عير عيره يبرق له يتو يحلك له قبل هذا قبل كيلو قبل هذا أنا لك وسدي بها مركا وقبل رنتي دتك كنول يدقان كيس بقى كده وين وعن كوي قبل كان حولها نو لايف ستوك وحكوت على سن سيلد أجو وين سومالي لان حولها لقى دو فيه أما لقى يبسدو ودد بقول كيفا 50% من أوران كره غير جورا أو بدن دكان كي حيستا كدوان قبل هذا قلبت سد قبل كم روز شيء حوك على قبل كأوضة لوك على جبيل يوك على كدوان وونا دحى وسنتر بوينت قبل هذا سومالي لان مركا وهل كي أيالين تاريخ خفر بن بايا لقول إن أبدا ما هتصنت هاي إن مدايم واحد كسوق ند مقال ما حد قبل كتوك دير برايا برسا كهاي إن ملورن كرا هرمر بدن بعد كقيم قادة تي قبل كاسيد دبوديش كا هرمرين تدين عدا غالا هادين عوح برشة دا أرنتي إن قبل كتوك دير مدة سقال بلود المكتوبي كتشوقي سقال كاب بلود أرنتي وح إن بدن أنكو فاني كرا ميا لان لكن كل واحد نسلي إنتي إيطال كيا وحوات قبطي وح بربنا بعد كقبطي een morally horta dadka in loo shaqeeyo oo xafiis loo fariisto oo dadku ay u arkaan in activity-gi dawladnimo uu meesha ka jiro sideedda subaxnimada xafiiska fariista labadan kar waha halkana waa arkaysan madashan gurigeega shantaas oo fariista sagaalkan ka tagaa marka inta waxaan dadkayga ugu deeqay in aan maari ay arki karaan ay wax su'aali karaan cidii daacwad leh cidii dhab haysa cid kasta marka horta waxaan joogtay in xafiisku u furnaado cid kasta ka ugu liita iyey ka ugu sareey labadoo si uu wada arki kara curiyanka ay soo gala ka tabcaanka naafada ay soo gala ka saboolka ay soo gala ka waxaystay taajirka ay soo gala albaabadeedu waa open boyfriend aan wax badan oo runtii u baahnaa in si hadala ama waxaan waxba bahayn ku dhamaanay oo gobolka in badan la isku haystay baa jira waxaan ku guuleystay baabuur baa lagu kala haystay gobolka dad isu socodka labada dowladaha ee jaarkana Soomaaliya iyo Puntland iyo waxa weey waxa badan oo ku kala xidhnaa jiray oo nu kala wareejiyay waxa jiray isdhexgal ahaan magaalada gudaheeda ciyaartoygii baan isdhexgal integration aan ku sameynay dadkii baan soo furnay waxyaabahan soo ran karo waxaan miday burco isdhexgalkeedii baan soo celiyay dadkii waxaan tusay inaan wax wada leenay oo haba xisbiga dawladda haya ama reerka u badan inaan gaar wax u lahayn ayaan dadkii tusnay marka waxa weeyaan dadkii waxaan tusnay kala cadaalad inaan dhex wahay inaan dhinacna cidna u saarin xafiiskan u fadhiisanaa wixii xagga horumarkaana hadday tahay magxarunta gobolka kale waa bilo rafle ninkii loo jeebay barasaafka baa dhisay waa dhowr toddoba sankii hadda aan dhagax dhigna madaxweyne aan ka dhaadhay in aan dhisno xaruntan goonistaagi Somaliland iyadana waxaan dhagax dhigna madaxweyne kan ka dhagax dhigay dabdab isbuuca ma leh fire brigade iyadana dhawaan waan ku dhiirranay inaan dhagax dhigno iyadana een buru wax ka waraysan imtixaankii shahaadiga hay maalmi dhawayso een waxa waa top 10 ku waa public and private public waxa weeyaan 20 baan noqda habla iyo wiilalba 18 private kana waa 18 afartan kaasa la yiraahdaa waa top 10 kay u soo baxaan 20 wiil iyo 20 habla een labaad afartan kii waxaan koobsanay inaan helo 29 top 10 kii Soomaaliland oo dhan حاجة تعلينتا وام برجي لو تقدر يرى إلى السودانية ومعلمنا إيمي وحن كل يري إن امتحان هذا ملاي سنة وكيف مني إن أنت سوق وانا بوك كسم أنا أردد أدخل دكان بوك أنا يقوم قدرين قبيت لي وبحيان أردد وقيمين شرين قلنا كده بيو حد يكشرين أنا قلنا كل يري الحمد لله إن أردد إذا أنا وحن نبلا قدرنا وحبك عندك وحن إن توب تن كعدة كبيرة أما قاعدة نمرك in a scholarship free u helay waxaan noqday top 10 ki 29 iyo 6 mujaahideen dhaleen 530 kaaba waxaan maanta u helay free scholarship ilaahay way u rumeyay ma sha Allah markii hore waxaan islahaa top 10 ka 4 tan ka 10 ba koobsan sanad ama 8 laakiin 29 aan helay 29 ki alxamdulillaah ilaahay way soo astray 18 waxaan naga qaaday dawladda federaalka Soomaali dawladda federaalka Ethiopia killer kuna waxay naga qaadeen 18 6 iyo 30 ka free scholarship ay la siiyay jaamacadaha burcana haddii tahay golis haddii tahay jaamacadda burco haddii tahay alfa iyo adis iyaguna mishan bay naga qaadeen oo ah kuwii localka ardaydii aan ahayn top 10 laakiin high grade ka A star ka lahaa iyaguna waxaan siiyay 25 kamida
نوحان سيني لوكال يونيفرسيتيغا ايانو سيني جامعة فريا مركا شان يسودن ميلا يشان يلا باتن لحدن بانو نمعو هاللي فري سكول مركا ودي ريقل اول مبين دي عجر هرو مبين دي عجر وحيابان كقبتي وحكامي دا قوبالك ومركي وقوه ريسي تي في لايف تي في قرن كل لايف وبرعو حفلة دي اي تين مي مدحوينة كوحيجينك ayaa gala soo qayb galay oo ka dhaadheeyay inuu gala qayb qato maadaama caasimada laba tay waxay noo ahaayeen saddex TV ba live noo ahaa habeenkii xaflad baan ugu sameeyay halkan madaxtooyada TV du live baan noo ahaayeen xaflad 18 May waxa kale oo sameeyay xafladii qurba jooga oo hore waligaa loo qabanayay dana live ayaan qabanay dhawaan waxaan soo noolaynay ururadii ama dhalinyaradii sugan yahankay oo aanu dib u soo aasaasnay si ay ugu dhiraan marka kolle waxyaaba aan soo noqon karo waad qabatay wajira maxamed een waxa jirtaa dhalinyaro badan oo Soomaaliland soo sheegtay kuwa hore iyaguna u ahaa scholarship aan baa helaan een oo iyagu hore dalka Soomaaliland uga baxsanaa oo iyagu ahaa kuwa aan dhaqaalahooda iyagu iskaga bixiya oo ku soo noqday dalkooda gobol iyo degmo way jirtaa kuwa arday wax bartay oo iyagu lahayn shaqo abuur aan baa loo sameyn ama shaqo ahaysin magaalada gobolka Togdheer ee ka tahay Barasaabka waxa is leedahay fursado way heli doonaan chance intaad haysaa adigu dadka wax bartay ee dhalinyarta inay shaqo helaan. Horta waa arrin runtii arrin Soomaaliya haysta. Waxaad ka warhaysaa jaamacadaha markay qalin jabinayaan 3,000 baa kasoo baxay 2,000 baa kasoo baxaya. Waxaa laga yaabaa imika sanadkan miisaaniyadu wax la ansixinaya amba November amba December. Waxaa laga yaabaa shaqaalaha dowladdu awoodi kartay qaadanaysa inaanay ka badan 200 ama 300. Waxaana qalin jabiyay sanadkan 12,000 ama 9,000 wax ku dhow ayaa qalin jabiyay. sagaalka kun dowladdu ma heli karo shaqo laakiin waxa la isku dayaya in sanadkan ay ka duwanaato sanadadii hore sababtoo ah waxaan aad ugu mahadnaqayaa horta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu jiraa sababtoo ah wuxuu ku dhiirday heshiiskii DP World ay la gashay dowladdeena Soomaaliland heshiiskaas wuxuu u dhaafurayaa inay da'yartu jaamacadaha ka baxdeen shaqaale dhaayay hesho shaqo waxay DP World xukuntaa 66 dowladood 66 dekadood oo caalamka waxa laga yaabaa inay shaqaale qaataan halka ay ka qaadan jireen 300 in kun 1500 2000 3000 inaynu helno sanad soo socda marka sanadadaas kulli way ka duwanaan doonaan waxa la kulli jiri doona berbera corridor-ki waa la sameynayaa waxa la sameyn doona wada dul carriageway ah oo isku xidha wajaala iyo berbera marka kulli way ka duwanaanis lacag half a billion ah ayaa wadanka soo gali doonta marka rajo badan baan u muujinayaa dhalinyarada sanadka insha Allah in maxamed aad badu mahadsan tahay ee dhinaca haddii intii ugu noqonay aad magacaawada aad ka dhawaajisay ee dhinaca doorashada diiwaan gelinta aan idhaahdo gobolada Soomaaliland dhinaca bariga ama la oran karaa si fiican bay uga dhacday horta waxaan si aan la filayn bay uga dhacday runtii gobolka laga sool oo awal laga foodi jiray ama diiwaan gelinta ka dhex jiray boqolkiiba waxaan oran karaa 90 bay ka dhacday diiwaan gelinta waa lagu guuleystay meelaha ay ugu fogfogeen soron karto kama dhici karto saaxdheer oo kale sanduuq digitaal buu hoodle saddexdii sanduuq ee buu hoodle ayuu baan lagu fogeen sanduuq aan cod lagu ridin oo gobolka soo yaala ma jiro saddexda sanduuq baa adigu aan suurta gelin in laga foodo laakiin boqolkiiba 95 dadka reer sool way foodeen sanadkan waxaanu ka filaynaa number wanaagsan sida wasiirkii arrimaha gudaha goboladii bari uu noqday in sanadkan sanadada soo socdana madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha in xaggan goboladan bari in laga yeelan doono saasaan u filaya fowd fiican bay keeneen kullina jiitadii waa gobolkii ugu dambeeyay waa la soo saari doonaa halkaasaynu ka arki doonaa nambarka ay gobolka soo leeyihiin masha Allah in aad baad u mahadsan tahay maxamed waqtiga iyo chaniska aan siisay aan kulanka kula yeelanay gobolkaaga Togdheer ee Burco ee Barasaabka ka tahay waad is leedahay horumar intaa ka sii ballaaran haddii waqtigu ku saamaxo waad sii samaynaysaa absolutely waxa weeyaan gobolkan runtii wuxuu xaq u lahaa waa caasimadii labaad saddex madaxweynaha ka soo baxay taariikh fara badan buu leeyahay historical region waxaana soo oran karaa wax fara badan oo u baahnaa Togdheer marka la yiraahdo gobolkii Togdheer ma aha gobolkii hore Togdheer Togdheer uu qayb qayb samay waxaa ka hoos baxay gobol la yiraahdo Saaxil oo Sheekh waxa raaday Saaxil gobol ayaa dad mareed waxay raacday Oodweyne gobol ayaa iyaguna saraar caynaba ay halka martay gobolkan Togdheer imiga lagu sheegay wax
دقم الدور الشاله واحد شرط دقم ده لا برو إيه مك عاصمة طبعا سجال دقم لي سجال كدقم كلا هو دقمين كلا هذا دي إي مال الدور دقم الدور شو كبس مالها ودقمين ك دي دي إي ده مركا وحنا صرنا كنا وحفر بدنا قبل كهذا دقم ده هشوا أم سي أم بي أم دقم الدور شو نقطه كبه هلسة دولت الحاكمته لقالي هلان عشور بيقى هذان انتي من نمره لكن هدي اي لابدك مو كلا بلدي قو كلا اما درخص يو كلا اما ور عمران او كلا اما كلب الرو كلا لسي دقم دورشا لقا دقو سي لقا دقو اما بي وحلقا يمنو دقالي ينو نو دقالي كسو حقا دقالي ني هلين لاي نو فرفر ملاي قبل كان وحبا هاي هاي ان لابد تهريبوت باكو سعودا نمعوي قبل كان تهريب واد مقشو برعا وبدن بالايدا اما قبل كاسا وبدن تقرير هذه يصير وقت بطل لقول أنتم تهريب خلاص يصير توي يدو أح تهريب هرجيسا تهريب تاسي تدك قف كو حوا غير سجيا هذا إنك استوي سكت شوك الأفريكان وأفريقيا هذا هذه يصير عاصمة لقولنا لهم هذا أنا واحد مدين هرجيسا لو سيسوله مركا هذه وحي أي كهل لاين هرجيسا بتنا أي كهل لاين وتدك تجيب لقوس عليه حاجة دولة دولة بولس كهيرة تو ولي ببتشت كدولة دو أي لاضي إن لقيبيو قبل الله إمك الشقاق هذا عيسو كله الشقاق هذا سمك هذا أنا جا يتليه قيبته إيه واحد شو قلنا مايركي وحنا كوف لنا الشقاق هذا إنا نقابلناه ونفولينه لكن شو وزير بالصوت ليا شن تاو وزير وبرنيم كودي هاوشو دي نقاله هود everything لكن وحنا الله خلاص ما يبتشد أمني وأوك على أقاره أو أي قبل كمامله هذا يصير واحد مدة قبل كي إنه كنا في حق نقالها لعيف ربنا مركب قبل هذا ما حد تقوله ركله وحفر بدون بهين أنا أقول كل قوس ما نكمل منه كل سنة تكلم ميزانية دوان وان باق ما نترنا إن قبل هذا الله سميه بتشدو قانون عند بل هوسكي سين بتقولي سكان سأي حق هرم مركز لأن يروح حقوق سميان دوها نقرن كنا شقالة وها نص سمين كنا دائرة تيادة إنا كم مشغول إنه سبورت إنترتينمنت كلا إنا نروح سمينا سأنا أدري مني ما رتي ما تهريب أنا ما بخلص سميان وكا قصب ما هو بهن محمد إن أدبض ما هتصنتهي وحي شرتا إن دنا قبل كتوك دير برعو وحيلي ذا هيدان يربضن وشرتا عيارو مسكحدا إيو شركو دو بالله ديسايو وتكلقي بقادتا عن بعض ركتي يقو عيارو إن وشران وحيلين كو حو سبورتيا ولي وحي بدين فوتبول برعو وحي عام كو هان شرتي فولي بوش كو بدي لاليس كالو رجري لكن وهذه يشير أي سوق هذه يشير كوب كودو مركي سومالي دي اللي سكوتري وهي اللي سكوري تري لكن هذا وهي أدو عيارن فوت بوش أيو عيارن أنا قال لفتة إذا تكن كلين استويت كيار كيسان عيار تري وانا سكوف إنه استراكر بان هذا لأن يرد أصلات ما مر مر وانو تجاو أم بوغدا قابو هذا هذه يشير يقولوا يقول حرين كوب كي يقول دبي كوب كربلانتي أنا يقول ما قدرين كوب لا قبيت ترى بيسميين سيلة تيجين كوب كاس أنا قلنا وحيد قالوا دي وحيد كوب حيوان تاجري ونسكرب تاجي كوب كستي دي جاي أنا وريجا وملها هنك جالين دوني يعني إسكت حقل كوب كي ماتوا ونسكرب تاجا ونوتاجا جرام باي مثلا كان يقدر هو جرام كلفتيس من مرة بان يرى إكسس كريا وتجا مركا دليل ده كوب ده وأد بعد بدو في عين ونيد به هيا لكن هو حب هين جرام دي هي كوب عياري لحياة يعني أولاد أجب كي يكون عياريين قرآن كهرجي سي كبر ما يمكوا حلا دقي روجي كاي كانوا حرفين إن شاء الله دواني ما ندقنا لقى أول نوتشر تاع ميزانية إن مكنا دقي إن شاء الله أت برضو ما حد صمت هاي محمد إبراهيم آدم قبيت هري من لورن كرا ما جعاس ما حد كوه نطاي رنتي إن ما جعاس واحد ستي مدر أفرت سنة واحد كبرن بان ستي قابو ما جعل هذا رير جيسب هي إسلامي أيها وحيب هسي قبل لوش مركب كبدان عيار شرو قبل لوش تي لوش تبي رهيبنا قبل يسور رهيبنا قبل دام بدان ستة إلى شبه هدي إلى أنت كده مسند إلى أنت شغالي رير جيسا ويقول مسؤولين ما جع عينا يا عسرية أنا ما هي هكذا يعني برعو مركب سدح بلوت شوي ما جع عيق بدلين ما جع عيقون بيون سويتش كريا لو يلا دام قبيت ترى قبل يوم بي قبيت ترى يقدر يعني وحنا كم متيستي يعني رنتي يعني سدح قلكا يو حيقة أركينو بيقو بحية رنتي مركا وأنا أقول ما حد نقيا نن دلني رأب بحية مقع ما شاء الله إن أذ بدو ما سنتي هل كلمة عندي دي بقول نقول دهنا سمعنا محمد أو حلا وران كرا وحي أذ يا أذ قو باستدين على دلني رد سمعنا دين على التهريب كا
ولينا أمي هيلين حكومة إيو برلمان إيو قلت ديغان إناي كاقيل قاعتان سيدو لو تشوشين لها يعني تهريب كدن يرادا محايل لا حد تلو أي صوتين دن يرادا تهريب سيسومان لان حوق لو سر واي أو لو قبو واي هرطة دولة دولة وشار بيسكو دايدا ينا دو غيدين مو يعني ألا بدي يكون يا أفر إسادة هي طبانكي وعلا يسكو داي لا بدي يكون يا أفر طبانكي لكن إن بولسي قود أي كي يلا تدولة والله مهران تهريب تاسينا ويسكا أفا قران أو وحوي المي رد بحسن يهودي أبي هين كروين حكومتنا ما حري كرتو ما هين كرتو عيدي بكبت الملك استنوا وين مريا وحنا أقوى على سبب وحوي وشغلات كوكا وحكونا يا رجبيل باشر إن كيرا جامعة بكبة حيا أما هاي سكول كي بكبة حيا سنة شقي سو شقين شنو تكي ويد دقالي هنا سامح حين تدفع ربنا من قاضنا لشينو ويفر ربنا تاي كورين كوب بتي ببلش كني ببتاي دقالي هني نويري سبب تاسا كني سا iyo dhalinyaradii ka horeysay ay saaxiibada hayno Germany isku soo sawiray Sweden jooga ee ku dayashana way jirtaa waxana ay sababtu ay u sibir saaraan yarkii oo Rajabel isagoo degree haysta Rajabel oo maarayta laakiin kullay sanadadan imi ka soo socda san horaba u sheegay maadaama investment key ugu weyna ee imi ka DB World iyo dawladdu ay wada galeen wax laga yaabo Rajabel badan ma dhalinyarada uu muujinayaa inay wax badan isbedeli doonaan insha Allah insha Allah أنا أديت بدو ما حسنت هاي محمد إبراهيم قبيت ترى وقت كفي عن أد برامج كان نقول لك قبل قاعدة تي وان كجم هاد علنا وقت جاجا أد بعنا بدو ما حسنت هاي سدوا كري أديت إحنا نقول هاد علنا يكو حدا أكاديمي كنا بدي هرمونية الشمال الآن حربي أحمد بلا أنا يبون معشر دونا برامج لما إذا إن شاء الله أنت نسكو بيم دونا وأنا قلت توصل ذيك الصة هلا يا قال ما إحنا قبل كتوك بير برعو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oy kama kama seni, tasaasuu habad Sheikh Bashir ba ku dhufta Prasab waxaan ku jiray governor ki Somaliland protectorate buniga English hadaan oo Mike leedan waxa la mariyay in jumba la mariyay laakiin habad iyo aragtay Soomaa كيف كانت البلاد يا وحوي يعني كبح هذا في مركز كبح هذا يدو بوكس ناو كسينا يا وحوي حاجات شنو مركز تاسع قارن قلت إن شاء الله كذا هذا حاجة اللي ذكرت هنا مركز سيف كنا سيف روح كنا يعني نبى كنا كبير بربرة عيبتا يعني بحين دولة هي كبح هذا بريقورا لكبير ملا إنجليزي وكبير ما سيف هذا كسان بيت كسو شرني كاتبنا waxay noo dhashaa sanadkiiba mar waxaan ka gudaa wax fara badan timir fara badan marka haddii Yurub tagto you know is this guy very expensive marka tagto USA iyo Yurub wa marka waqtiga Ramadaan si odhan halkan iyo bisil waxaan wariyaa marka iyo qasacad aan ku siin doonaa insha Allah ha marka Soomaaliland ma tumoodo baad halka waqtiga lagu dhigay baad insha Allah kani waa main oo labi dhigna waa female ha marka kaasina waxa weeye way kana baarin soo yeelada.